جملش تكره سكسير كتير سوق ما سولتوش علاش الدراري كان سكري سوي والله بكي ديال الماتش ما الفرقة خاسرة ما كاينش حاجة الأول ما سولتوش علاش تو ما عارفيش اش طرقع كنتو عارفين اش وقع ما كنتوش عدو والله لا دويت البوليس دير كلشي السبان العصا القمع جميع انواع دوز علينا فات مراكش ما عرفنا مال البوليس مالو ملي وصلنا للمحطة العصا كلنا العصا مزيان دوز جوج جوج بنادم كامل غادي جوج جوج وقف عساتك في طبيسة صحة مالك ابنا في الطبيسة صحة وبالعصا والهراوة قالوا لينا صافي راه يكون مأمنين كوب طبيسة يكون مأمنين زي ما انت حجر ما تجيش فينا زي ما اللي تمينا غادي في طريق الحجر والعصيل شوف الدراري اللي جري مقعدة في عينيه وما معماه شوف اللي جري محجر في الراس مخيط اللي مشى في رجلي ودني كله واش هذه هي الامن وكما تشوفوا في الفيديو البوليس رسالة كتفرج فينا وحنا كتضربوا بالحجر هتشوفوا في الفيديو تاعي وفي فيديو اخر هتشوف البوليس الهراوة في المحطة وصورة اخرى هتشوف فيها البوليس كيتعاملوا مع الدراري من اللي وصل الطيران شي دراري اللي وصل الطيران كيتعاملوا معاهم العساق باش ينزل من الطوبيس ماشي يخلو بنادم ينزل من الطوبيس بشي الطيران العساق داكشي كلشي بالعساق بلي الدراري دخلوا الطيران وسموا ان خوذهم ماتوا اللي كانوا في الطوبيس ماتوا صافي جمعوا البيشان داكشي تمو غادي خارجين في حالاتو باوي خرجوا من التيران البوليس مخلاهمش العساق لا رجعوا للعساق ما قلوا كيفاش يعبروا بنادم ديك هذا اقل تعبير هذا ولا سميه بنادم راه شي غاب ما شافش شي غاب الاول ديال الزنقه وخلونا نمشي نعد رجلينك ودافعنا على الريواصون بالريواصون وتحد الميكدي قرب لي نعرفو نحامو الريواصون ماشي حصلوا لينا الكرام ولا الطوبيسات حصلوهم لينا بحال قادون البوليس هاد الجمعة دير مراكش قادون ركبونا في الطوبيسات وقالوا لينا سيروا كلو العصا ديال الحجر وفتحت ما يكون معاكم هادشي علاش وكل شيء تشوفوه بعينيكم في الفيديو هذا تصاوب السلام عليكم.